السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من محطات مغاربية. كالعادة نتابع آخر التطورات والأحداث التي تشهد الساحة المغاربية. اليوم لنا 4 محطات، البداية مع ليبيا، ونبحث عن المقاربات والخيارات مع السلطة التنفيذية الجديدة والقوى الإقليمية. تونس، وبعد رسالة التي وجهها رئيس البرلمان راشد الغنوشي إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، هل تتوافق الرئاسات الثلاث للخروج من الأزمة؟ المحطة الثالثة المغرب، وحديث حول العدالة والتنمية وخلافات داخل هذا الحزب، وأيضا الاستحقاق الانتخابي لهذه السنة، كيف يستعد الحزب لهذا الاستحقاق؟ والمحطة الرئيسية اليوم الجزائر، أي ملامح للخارطة السياسية قبل تشريعيات هذه السنة، خاصة بعد أن حل الرئيس عبد المجيد تبون البرلمان، وأخبار تتحدث عن تشريعيات في غضون 6 أشهر. إذن هذه ملفاتنا اليوم في محطات مغاربية، فأهلا بكم. رافق انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا تفاعل دولي كبير جدا، بداية من الأمم المتحدة وكل الهيئات والتجمعات الإقليمية، إضافة إلى الدول الكبرى والدول الفاعلة ومتداخلة في الشأن الليبي. نتابع مع بعض مواقف أهم الدول وأيضا الكيانات التي عبرت عن ترحيبها. الجميع رحب بانتخاب سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا. الولايات المتحدة ودول أوروبية هي فرنسا، إيطاليا، ألمانيا وبريطانيا، في بيان مشترك دعت لضمان تسليم السلطة بشكل سلس وبناء إلى السلطة التنفيذية الجديدة. كذلك الولايات المتحدة وشركاء في الاتحاد الأوروبي دعوا إلى وجوب أن تكون الحكومة المؤقتة الجديدة شاملة وتسمح بتمثيل جميع الليبيين. كذلك الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة وهي القادم الجديد أو الذي يعود إلى دور متقدم في الملف الليبي مع الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية المهمة، كان في هذا البيان دعوة المنتدى الحوار، هي ملتقى الحوار السياسي الليبي، إلى الحفاظ على موقعه بما يضمن القيام، يعني قيام الحكومة الجديدة، بالتحضير للانتخابات في أجواء سليمة. كذلك هذا البيان كان فيه استعداد، عبرت الولايات المتحدة الأوروبية الولايات المتحدة الأمريكية وشركاء الأوروبيين استعدادهم لمحاسبة كل من يهدد الاستقرار أو يقوض العملية السياسية في ليبيا. هذا الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. روسيا في بيان الخارجية الروسية، كان هناك تمنيات للفريق الجديد بحل جميع القضايا الصعبة في الفترة الانتقالية بنجاح. كذلك دولة أخرى كان لها موقف مرحب بتشكيل الحكومة وانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة، وكان هناك أمل، هكذا عبرت تركيا بخارجية تركيا في بيانها، تأمل في تشكيل حكومة وحدة وطنية، هي السلطة التنفيذية الجديدة، في إطار خريطة الطريق التي حددها ملتقى الحوار للوصول لانتخابات المزمع إجراؤها نهاية هذه السنة. عربيا، على مستوى العربي، من أهم الدول مصر، دولة جارة، رحبت هي كذلك بانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة، ودعت الليبيين إلى الاستمرار في أعلاء المصلحة العليا للبلاد كما جاء في بيان الخارجية المصرية. دولة أخرى اهتمت بهذا التطور في ليبيا الجزائر، دولة جارة، وعلى لسان الرئيس عبد المجيد تبون في آخر خرجة إعلامية له قال بأن ما يحدث في ليبيا هي تطورات مطمئنة للجزائر وتعد شرفا لليبيين. دولة جارة أخرى أيضا يهمها ما يحصل في ليبيا ولها تماس مباشر مع الحالة الليبية داخليا وإقليميا، تونس. تونس اعتبرت بأن هذه خطوة إيجابية وحدث تاريخي، انتخاب سلطة تنفيذية جديدة. على المستوى العربي، قطر قالت في بيان الخارجية القطرية بأن ما حدث هو علامة فارقة في مسيرة الشعب الليبي ونضاله وتضحياته من أجل الاستقرار والازدهار. المملكة العربية السعودية قالت في بيان الخارجية تتطلع السعودية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا. ودولة أخرى مهمة ومتدخلة بشكل مباشر في الشأن الليبي، الإمارات، أكدت تعاونها الكامل مع السلطة الجديدة، هكذا جاء في بيان الخارجية
الإماراتي، الحديث في هذا الموضوع وكيف ستكون المقاربات وخيارات القوى الإقليمية في تعاطيها مع السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا. معنا عبر الهاتف الأستاذ مهدي كشبور، عضو المجلس الانتقالي الليبي سابقا. أستاذ مهدي أهلا بك. أهلا وسهلا بك سيدي الكريم وبالسادة المشاهدين. إذن كيف ستتعامل دول مثل دول أوروبية مهمة ولها يعني تدخل مباشر في الشأن الليبي مثل إيطاليا وفرنسا، الولايات المتحدة، روسيا، تركيا، يعني هذه الدول الإقليمية ودول كبرى، كيف ستنظر؟ الجميع رحب، ولكن هل هذا الترحاب يعني بأن الجميع سيمد يد الدعم والمساعدة لهذه السلطة؟ بسم الله والسلام على رسول الله. الحقيقة سيدي الكريم، يعني هذه المواقف السياسية والدبلوماسية المعلنة يجب أن يتبعها أفعال، يعني لتترجم هذه الأقوال إلى أفعال، ولكن مجرد الأقوال سبق وأن أيدت كل هذه الدول التي ذكرتها حضرتك حكومة الوفاق الوطني برئاسة السيد فيصل الراج وعبرت عن دعمها له، ولكن واقع الأمر كان خلاف ذلك. كانت مصر تدعم خليفة حفتر، وكانت الإمارات كذلك دعمت حرب ضد حكومة الوفاق وغيرها من دول فرنسا وروسيا، وأخيرا التقرير الذي قربته التايم متعلق بالبلاك ووتر التي كانت تدعم خليفة حفتر، وبالتالي هذه التصريحات هي الآن لا تعدو عن كونها مجرد مواقف دبلوماسية معلنة، ولكن العبرة بالمواقف على الأرض، العبرة بالتصرفات. إلى الآن لا زالت الفائدة الروسية ما زالت موجودة على الأرض، إلى الآن ما زالت البلاك ووتر الأمريكية تدعم خليفة حفتر، إلى الآن لا زالت قوات مرتزقة من جنتويد والعدل والمساواه التي تم إحضارها بمعرفة الإمارات لا زالت موجودة على الأرض، إلى الآن لا زالت مصر تدعم خليفة حفتر على الأرض، وبالتالي نحن نحتاج إلى أفعال لتكون أبلغ من الأقوال، لكن مجرد الأقوال سبقا تم تصريحها لحكومة الوفاق ودعمها بالكلمات، طيب. ولكن على الأرض كان الأمر مخالف. أستاذ مهدي، كيف نقرأ زيارة رئيس الحكومة المؤقتة دبيبة إلى أنقرة والقاهرة؟ نعم سيدي الكريم، بالتأكيد يعني رئيس الحكومة هو من ضمن مهامه هو محاولة تقريب وجهات النظر و أو على الأقل تحييد بعض الخصوم. لا شك أن هذه الزيارات التي بدأها السيد رئيس الحكومة كانت مدروسة جيدا، و يعني وضع لها جدول تسلسلي. في البداية زيارة الحلفاء وعلى رأسهم تركيا، ومن ثم الجارة مصر، ومعروف مدى يعني ثقل دولة مصر بالنسبة للملف الليبي وتأثيرها في تأثير مباشر، وبالتالي يجب أن تعطى زيارة من زيارات الأولى، ولكن الابتداء كان بالحكومة التركية، وهذا مؤشر جيد على توجه الحكومة، وهي رسالة بأن خارطة تحالفاتنا هي هذه. رفض رئيس الحكومة أيضا استقبال وزير خارجية مالطا، وهذا أيضا مؤشر لدور مالطا في دعم خليفة حفتر و يعني تسريب الأموال وما إلى ذلك، وبالتالي هناك مؤشرات. وأيضا كانت هناك زيارة سيد رئيس المجلس الرئاسي والتي ابتداها من شرق. طبعا نحن نتحدث إلى اليوم كلا الرجلين لم يستلم منصبهم بشكل قانوني، سواء المجلس الرئاسي أو رئيس الحكومة، وأمام السيد رئيس الحكومة تحديات كبيرة، يعني على رأسها تشكيل الحكومة خلال 21 يوم وتقديمها إلى مجلس النواب ومجلس الدولة للاعتماد. فالحقيقة يعني هو يسابق الزمن، مدة ضيقة، والملفات أو خارطة التوافقات صعبة في مسألة تشكيل حكومة وتوزيع المناصب سواء السيادية أو الوزارات القدمية أو ما إلى ذلك، وبالتالي يعني هناك تحديات تفرض على سيد رئيس الحكومة أن
يذهب إلى مصر على الأقل لمحاولة تحييدها خلال الفترة القادمة، سيما وأن مصر بدأت تدرك فشل رهانها على المزعم خليفة حفتر. أشكرك الأستاذ مهدي كشبور عضو المجلس الانتقالي الليبي سابقا، كنت معنا على الهاتف، شكرا لك. راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب في تونس وزعيم حركة النهضة يوجه رسالة إلى الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية. فحوى هذه الرسالة نتابعها مع بعض، رسالة كانت مهمة جدا في سياقها وأيضا في مضامينها. قال أو وجه راشد الغنوشي في رسالته إلى قيس سعيد دعوة، نتابع مع بعض مضامين هذه الرسالة. دعوة راشد الغنوشي رئيس الجمهورية باعتباره رمز الوحدة وحدة الدولة، ودعاه إلى تجميع الفرقاء لإيجاد مخرج للأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس. كذلك في الرسالة راشد الغنوشي دعا رئيس الجمهورية وبقية الأطراف إلى تغليب الحوار وتبادل الرأي والمشورة في جملة القضايا التي تهم حياة التونسيين. وعندما نرى يعني تغليب الحوار والمشورة، هنا إشارة للجميع، رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. كذلك دعا في هذه الرسالة رئيس الجمهورية وبقية الفرقاء السياسيين إلى ضرورة بعث رسالة إيجابية للشعب التونسي ودول العالم، كما جاءت في الرسالة، التي تنظر إلى تونس بأنها دولة مؤسسات وقانون وبأنها تجربة رائدة في الربيع العربي. وختم هذه الرسالة التي بعث بها أواخر الأسبوع الماضي باقتراح عقد لقاء يجمع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية من أجل إيجاد صيغة للخروج من هذه الأزمة وفتح حوار شامل حول أهم الاستحقاقات التي تنتظر السلطات في تونس، إن كانت تشريعية أو تنفيذية. معنا عبر سكايب من تونس الأستاذ سمير حمدي الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ سمير أهلا بك. سيدي، يعني هذه رسالة في مضامينها ليس فيها جديد، يعني دعوة للحوار والرئيس الجمهورية رمز الوحدة وحدة الدولة، ولكن الغير المعلن في هذه الرسالة حسب العديد من المتابعين، أولا هناك تسريب في تونس يتحدث بأن دولة أجنبية إقليمية وازنة كانت وراء حث راشد الغنوش على القيام بهذه المبادرة، أساسا كان الحديث عن فرنسا، وهنا نتحدث عن ممكن علاقة جديدة بين راشد الغنوشي وفرنسا. هذه من ناحية. من ناحية ثانية سياسيا هذه الدعوة تخدم مصلحة راشد الغنوشي، أولا لأنه تعيده كرقم فاعل في الحوار الوطني، وبالتالي تثبته كرئيس مجلس نواب ويشارك في هذا الحوار، وبالتالي يخفف عن نفسه هذه الحملة والأعباء اللائحة التي بدأت يعني تجد صداع كبير جدا في مجلس نواب الشعب، وهي لائحة سحب الثقة. تعليقك على هذه التسريبات وأيضا على هذه القراءة. والله بالنسبة للمشهد التونسي الحالي يسير دائما نحو نوع مزيد من التأزم، يعني حسب ما ألاحظ المحاولات التي تجري الآن، يعني مثال لإيجاد نوع من التوافق، وعلى ذكر هذه الرسالة الأخيرة من راشد الغنوشي، الإشكال ليس في الرسالة ذاتها، الإشكال في مدى تقبل الطرف الآخر الذي تم توجيه الرسالة إليه. نحن لدينا هنا في تونس مشكلتان. أولا نريد أن نحدد ما طبيعة الصراع الحاصل الآن في تونس، يعني هل هو صراع برامج؟ الحقيقة ليس صراع برامج، نحن ندرك أن الجميع تقريبا لا يملك برنامجا واضحا. هل هو مثلا صراع خطوط ايديولوجية؟ الحقيقة أن المسألة أيضا لا تتعلق بهذا الأمر. أنا أعتقد أن الأمر الآن في تونس هو أشبه بمناكفة أو بصراع أشخاص، صراع نفوذ، صراع مواقع أنشأنا في تونس الحالية، وهذا الصراع يشتد منذ 2011. الآن الرسالة كما ذكرت سيادتك، يعني أنه تعيد راشد الغنوشي إلى صدارة المشهد، هذا الأمر قد يثير نوع من الاحتراز ذات الطرف الآخر، يعني الذي سيشعر بنفسه وكأنه الطرف الأصغر في الصورة، أو كأنه هو الطرف الذي يحتاج إلى من يوجه إليه النصح أو من يمد إليه المساعدة. الأمر الثاني هو أنه الأطراف الدولية والإقليمية منزعجة بالفعل من المشهد التونسي الحالي، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها.
سواء بالنسبة لدول الجوار أكيد، وأيضا والأهم للدول اللي هي ذات إما ذات نفوذ تقليدي في تونس مثل فرنسا التي كانت تستعمر تونس سابقا والتي لديها نفوذ لا ينكر في هذا البلد، أو مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي أيضا تتابع المشهد التونسي بكل تأكيد. طيب الآن الخطوة المتوقعة، يعني إلى حد الآن لم تصدر أي إشارات من رئيس الجمهورية تفاعلا مع هذه الرسالة، إشارات يعني إيجابية. رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد يعني بين قوسين قام بعملية التفاف على مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، واستطاع أن يعني يدخلها للبراد للثلاجة يعني، وانتهت هذه المبادرة، مما دفع نور الدين طبوبي رئيس الأمين العام للاتحاد يتحدث بأن الرئيس يعيش في قصر عاجي، يعني واضح أن العلاقة الآن سيئة جدا بين الاتحاد ورئيس الجمهورية. أيضا اتحاد الأعراف وجد صدا في التعاطي مع مبادرة هو لم يطلقها، ولكن قال سيطلقها لو هناك تجاوب، ويبدو لا يوجد تجاوب. إذا الظاهر بأن قيس سعيد متمترس ولا يريد أن يجد أو يفتح أي ثغرة حتى يجد الجميع نفاذ من أجل فتح حوار وطني حقيقي للخروج من الأزمة التي كما ذكرت يعني أستاذ سمير تتعقد وتتعمق يوم بعد يوم. هو في النهاية سيحاول الجميع الوصول إلى حل، يعني مهما تشدد رئيس الجمهورية في مواقفه، في النهاية السياسة تقوم على نوع من المرونة والبراغماتية وعلى إنشاء نوع من التنازلات المتبادلة. لا نتحدث عن سياسة تقوم على إما الكل أو لا، هذه سياسة لم تعد موجودة. هذا أمر. الأمر الثاني أن المشهد التونسي ذاته أو تونس بالذات منذ انتقالها الديمقراطي إلى حد هذه اللحظة دائما تقوم على توافقات وتنازلات متبادلة ولا تقوم على سيطرة طرف على حساب طرف آخر. الآن ما يفعله رئيس الجمهورية في تشدده في موقفه قد يستمر إلى وقت ما، لكن أنا أعتقد أنه ستأتي لحظة يحتاج فيها إلى نوع من يمد له يد المساعدة أو من ينزله عن الشجرة من خلال هذه القرارات. الأكيد أنه هو لن يقبل مثلا بمن يعتبره خصوما أن يكونوا هم من يقدم له الحل، ولكن أكيد ستوجد الأطراف في النهاية ستقنعه من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات وإلى إيجاد حل إن شئنا حتى تسير الأمور. نحن الآن أمام بلد معطل سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، هناك أزمات متتالية وهناك جائحة وبيئية وهناك مشاكل صحية وغيرها، لا بد من إيجاد حل سريع حتى تسير الأمور. يعني نحن الآن في تونس لم نعد نتحدث عن مسائل مثل التنمية والنهوض الاقتصادي والتقدم، نحن الآن نتحدث عن تسيير الشأن اليومي. تخيل نحن في بلد الآن فيه نسبة النمو في السالب يعني تحت الصفر، فهذه الوضعية إذا لم ينتبه السياسيون إلى طبيعة الأزمة وإلى أن الأمر سيكون له انعكاس على المواطنين العاديين، فإن هذه اللعبة السياسية أو هذا المعبد بأكمله سينهار على الجميع. ينبغي أن ندرك أنه الأمر ليس مجال لتجاذبات أو مواقف شخصية، ينبغي أن يتنازل الأطراف جميعا من أجل الوصول إلى حل يخدم الدولة ويخدم البلد. لابد من استمرارية الدولة وإلا انهار تراث الجميع، وهذا ما لا يتمنى أحد. أنا أعتقد أنه في تونس هناك من العقلاء وهناك من ذوي الرأي والسداد من بإمكانهم أن يصلوا إلى نوع من الحل، فقط أن يكف البعض عن التشبث بأنه دائما على صواب. طيب أختم معك في أقل من دقيقة لو سمحت أستاذ سمير، كثر الحديث في الأيام الأخيرة يعني أواخر الأسبوع الماضي بأن رغبة راشد الغنوش في تجاوز هذه الأزمة، لأن ممكن ستطيح برأسه أيضا أن يضحي بهشام المشيشي، مدى وجاهة هذا التوجه؟ والله في السياسة هو كل شيء ممكن أولا، ثانيا أنه بالنسبة للغنوش على الأقل بالنسبة للحظة الحالية لن يضحي بالمشيشي، بمعنى آخر أن المشيشي الحالي هو الورقة التي بيد الغنوشي من أجل أن يفاوض بها قيس سعيد وأن يفاوض بها مجموعة الأحزاب المتمترسة خلفه. المشكل أنه قيس سعيد تقف وراء أحزاب الأقلية وهذه لا تملك نفوذ الكافي في البرلمان إلا إذا اعتمدت مثلا بالتحالف من خلال التحالف مع الحزب السوري الذي هو في الواقع منبوذ من الجميع. هنا إذن الأزمة أصبحت أعقد من أن تكون مجرد تضحية سياسية بهذا الاسم أو بذاك. نحن نحتاج الآن إلى توافق حقيقي في تونس ما يجب خروج من الأزمة. مسألة أنه أنا أريد رأس هذا أن يطير أو رأس ذاك أن يبقى، هذه لن تحل الأزمة وإنما ستؤجلها إلى أجل غير محد، ولكن في النهاية لا تحل المشكلة. أشكرك أستاذ سمير حمدي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من تونس، شكرا لك.
ماذا يحدث داخل حزب العدالة والتنمية المغربي؟ أزمة كانت صامتة قبل توقيع اتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل، ولكنها الآن أصبحت على قارعة الطريق إن صح التعبير، حتى وصل بأحد أعضاء الحزب أن يقول ويصرح للإعلام بأن الشعب المغربي سيكون أصيب بالزهايمر إذا صوت من جديد لحزب العدالة والتنمية. حالة تجاذبات داخلية هي ليست وليدة اليوم، بدأت تظهر أولى مؤشراتها منذ التخلي عن عبد الإله بن كرآن لرئاسة الحكومة وصعود قيادة جديدة للحزب، وبدأت تجلياتها يوما بعد يوم تحدث شرخا إلى حد ما داخل الحزب. كيف يستعد الحزب للاستحقاقات القادمة وهو على هذا الوضع؟ هل يستطيع أن يرمم البيت الداخلي أم هناك أولويات أخرى؟ الحديث في هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من المغرب الأستاذ محسن مفيدي، النائب في البرلمان المغربي عن حزب العدالة والتنمية. أستاذ محسن أهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ محسن. يعني لن أقول جديدا عندما نتحدث عن خلافات أصبحت عميقة داخل حزب العدالة والتنمية، الحزب في الحكم، ونعرف بأن الحكم يصيب نوع من يعني ضرب قدرات الحزب الداخلية وأيضا امتداده الشعبي، هذه ضريبة في آخر الأمر، ولكن هذا مع التطبيع مع الأزمات الداخلية تعرفها المغرب، إضافة إلى الخلافات الداخلية التي أصبحت الآن على الملأ في الإعلام، كيف يستعد الحزب للاستحقاق الانتخابي هذا السنة، وكيف سيكون أو سيقدم نفسه كحزب قاطرة للربيع الديمقراطي كما تسمونه في المغرب؟ أولا الاختلاف داخل الحزب ليس أمر جديد، نحن تربينا داخل حزب العدل والتنمية ماشي على نمط واحد أو تنميط، ولكن دائما كانت الآراء والآراء المختلفة، ودائما كان النقاش، ممكن أن أتفق أن النقاش الآن شيئا ما حاد وأصبح مركز في قضية أو قضيتين، ولكن دائما الحمد لله هذه من علامات الصحة، لأنه هو حزب حي يتفاعل الآراء والآراء المختلفة، ولكن دائما في إطار وحدة الحزب وداخل مؤسسة الحزب، هذا هو المهم. الآن ما قدمته ليس بالفعل نظريا بأنه الحزب الذي يشارك في الحكومة أو بالأحرى يترأس الحكومة لولاية، فدائما يعني بشكل أوتوماتيكي ما يضعف الولاية التي تليها، ولكن بالنسبة للحزب العدل والتنمية شكل الاستثناء في المغرب، ترأس الحكومة في الولاية الأولى 2011-2016 وفي الولاية الثانية 2016-2021 التي تشرف على النهاية بعد أشهر قليلة، استطاع أن يعود لرئاسة الحكومة ويحقق يعني التفافا شعبيا أكبر من الذي حصل عليه في 2011. يعني هذه القاعدة ليست دائما قاعدة مطلقة أو صحيحة، لكن أتفق معك أننا داخل البلد الآن وداخل حزب العدالة والتنمية بالخصوص نعيش نقاشات ممكن أن أقول ساخنة حادة، لا زالت لم تحسب لا لجهة ولا لجهة أخرى، ولكن هي دائما، ولا أقول لك بأن هذا أمر ليس جديد داخل الحزب، ليس جديد داخل الحزب العدل والتنمية، دائما كان يعرف نقاشات ونقاشات حادة ونقاشات يعني واختلافات حادة، ولكن الحمد لله دائما ننتصر لوحدة الحزب، ولأن يبقى الحزب موحدا وأن يكون النقاش داخل مؤسسات الحزب، وما تقرره مؤسسات الحزب هو الذي يسري على الجميع، ولدينا قاعدة دائما نستعملها وأن الرأي حر، والرأي حر والقرار ملزم، كل أفراد الحزب وكل أعضائه بقيادته وقواعده لهم الحق في أن يتبنوا الآراء، ولكن عندما تتخذ قرارات القرارات داخل مؤسسة الحزب تصبح ملزمة للجميع. فأتمنى أن نستطيع بأن نتجاوز ما نعيشه، لأنه بالفعل يطرح علينا أسئلة عميقة جدا عندها علاقة بما يجري في الأمة، ولكن كذلك عندها علاقة بما يجري في البلد، لأنه نحن الآن على مشارف يعني الآن تخطينا 10 سنوات على الحراك الذي عرفه العالم العربي والمغرب، وكان هناك دستور جديد دستور 2011، 10 سنوات، أظن بأنه الأول لأن تنخرط البلد بكل مؤسساتها في تقييم لما تحقق ولما لم نستطع أن نحققه في أفق أن يعني أن نستشرف الانتخابات المقبلة لكي لا تكون انتخابات عادية وفقط. أستاذ محسن بعد إذنك، جميعا لتكون انتخابات وأن نبحث على مضمون سياسي لهذه الانتخابات. ما هو المضمون السياسي أستاذ محسن؟ ما هو المضمون السياسي؟
يعني جميل ما قدمته الآن حول وحدة الحزب والالتزام بمقررات مؤسسات الحزب، يعني هذا ممكن تلزم به الأعضاء، ولكن أنا أؤكد لك وأنت أكيد أدرى مني بأن هناك العديد من أعضاء الحزب خاصة في الهيكل الوسطى والقاعدية بأنهم الآن أصبحون يتحفظون كثيرا على قرارات القيادة، وأنا لا أضيع سرا عن هذا، موجود في كل وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب، أعضاء حزب يقولون بأن هذه القيادة لم تعد تمثلهم، هذه أولا. ثانيا، القيادة الآن وقيادة الحزب أمام استحقاقات أكبر ممكن من قدرتها على إدارتها، هل قدمت مراجعات جديدة في صياغة مضمون خطاب سياسي جديد؟ أرى الحزب والذين يقولون بأن القيادة ربما فقدت، كما قلت لا أدري الكلمة التي استعملت، هناك قواعد تنظيمية داخل الحزب يمكن اللجوء إليها، ممكن طلب عقد مؤتمر استثنائي أو مجلس وطني استثنائي ويتم فيه محاسبة القيادة. ونحن عقدنا المجلس الوطني، بالفعل كان مجلس وطنيا عاديا يعني في الأسابيع الأخيرة، لكنه كان استثنائي بحكم الظرفية التي انعقد فيها، وخلصنا جميعا بأنه البلد بحاجة إلى الى 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 تقديم اشارات قويه، خصوصا لانفراد الجانب الحقوقي والجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي. والحزب الان منكب بقرار من المجلس الوطني على مناقشه اطروحه، ان صح التعبير اطروحه او عرض سياسي جديد سندخل به للانتخابات المقبله. الان هو قيد المناقشه داخل هيئه الحزب، لم يتم تعميمه على كامل كافة الأعضاء، ولكن هناك أرضية قيد الإعداد بقرار من المجلس الوطني والأمانة العامة للحزب. فأنا أعتقد بأنه الرهان المقبل هو رهان يفوق الانتخابات، ولكن الرهان عنده علاقة بالشعار الذي رفعناه جميعا، ألا هو الإصلاح في إطار الاستقرار، في إطار الاستقرار. لأنه كنتم تتحدثون قبل قليل مع أحد الإخوان من تونس، وهذه نعمة وميزة أن نستمر في معركة الإصلاح، ولكن في بالمحافظة على الاستقرار وعلى الاستمرارية في مؤسسة الدولة، هذا مهم جدا ومهم للدولة كاملة، أن ندخل في مطاحنات تفقد هذه المؤسسات استقرارها أو تفقدها استمراريتها، هذا لا قدر الله تكون تكلفته وفاتورته غالية. ونحن نشهد ما يقع في تونس، نتمنى الإخوان والشعب التونسي والفاعلين السياسيين في تونس أن يتجاوزوا هذه المرحلة، وهم قادرون إن شاء الله بالحوار. على كل استاذ محسن، هو واضح ان هناك نقاش وجدل كبير جدا داخل الحزب. اكمل الفكره، اكمل الفكره، لان الانتخابات باختصار لو سمحت، هناك انتخابات عاديه. من المميزات ان نحترم المواعيد الدستوريه، وهذا جيد للبلد ولصوره المؤسسات داخل البلد، ولكن يجب ان ينخرط الحزب العداله الوطنيه خاصه وكافه الفاعلين السياسيين في البلد في تقييم سياسي حقيقي لما تحقق في هذه العشريه الاخيره، خصوصا في الجانب السياسي والجانب الديمقراطي. طيب، والجانب الاجتماعي. هذا برسم الايام القادمه سنرى هل سينخرط حزب العداله والتنميه حقيقه في مراجعه وتقييم هذه العشريه في الحكم. شكرا لك استاذ محسن مفيدي، نائب برلماني عن حزب العداله والتنميه، كنت معنا عبر الهاتف من الرباط، شكرا لك. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وجملة قرارات وإجراءات أهمها حل مجلس الوطني التشريعي أو المجلس الوطني الشعبي، عفوا، الغرفة الأولى للبرلمان في المغرب، والدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها من المنتظر تكون في غضون 6 أشهر، وتعديل حكومي، وإطلاق سراح بعض معتقلي الحراك، وجملة يعني إجراءات وقرارات أخرى. كيف تبدو ملامح الخارطة السياسية الآن، وكيف تستعد الأحزاب مثل المغرب أيضا، كيف تستعد للاستحقاق الانتخابي، وما هي أولويات السلطة والأحزاب في المعارضة أو في الموالاة أو الموالاة الجديدة؟ هذه المواضيع سنناقشها، ولكن بعد هذا الفاصل القصير فابقوا معنا مشاهدينا الكرام. إذن حل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون البرلمان أو الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري، المجلس الشعبي الوطني الشعبي، كذلك قام بتعديل
وزاري على حكومة عبد السلام جراد، وأطلق سراح معتقلي الحراك أو البعض من معتقلي الحراك مما بت فيهم القضاء بأحكام نهائية، إضافة لجملة إجراءات وقرارات أخرى. هذا ما سنناقشه في الجزء الثاني من حلقة اليوم من محطات مغاربية، وأيضا كيف تبدو خارطة سياسية، ملامح المشهد السياسي قبل الذهاب لاستحقاق الانتخابات التشريعية في غضون 6 أشهر من المنتظر أن تكون هذه الانتخابات. ولكن قبل ذلك نتابع بعض هذا التقرير ليسلط الضوء على المستجد الجزائري في الأيام الأخيرة. إجراءات عديدة اتخذها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأسبوع الماضي تهدف أساسا حسب عديد المحللين إلى إحداث رجة نفسية إيجابية داخل الشارع الجزائري، وتعطي مؤشرات أن مشروع الجزائر الجديدة، وهو الشعار الذي رفعه تبون سابقا، قد بدأ بالفعل. فحل المجلس الشعبي الوطني ودعا لانتخابات سابقة لأوانها، من المنتظر إجراؤها في غضون 6 أشهر حسب بعض المصادر الإعلامية، وإنشاء هيئة مستقلة لها، وقد سبق ذلك إجراء تعديل على القانون الانتخابي إضافة للتعديل الحكومي الذي مس عديد الوزارات، وبعث هيئات وطنية تعنى بالشباب والمجتمع المدني، كلها إشارات لحدوث تغييرات مرتقبة في المشهد السياسي الجزائري في الفترة القادمة. ولكن يبقى إطلاق سراح عدد من معتقلي الحراك أبرز إجراء اتخذه الرئيس عبد المجيد تبون تجاه الحراك والنشطاء السياسيين في الذكرى الثانية لانطلاقه، كمحاولة للتهدئة حسب عديد المراقبين، وتهيئة المزاج العام للشارع الجزائري لتقبل قرارات تبون في سياق مصالحة الحكم مع الشعب كجزء من التفاعل مع مطالب الحراك. الإجراءات والقرارات الأخيرة سبقتها لقاءات بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وبعض قيادات الأحزاب، فهم على أنه محاولة من السلطة لتشكيل حزام سياسي حزبي جديد يعوض الحزام القديم الذي رافق عهدة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حزام يدعم السلطة ويوفر لها الحد الأدنى من الامتداد الأفقي في الشارع الجزائري. يتفق جميع المراقبين أن الجزائر مقبلة على صياغة مشهد جديد لم تتضح بعد هويته ومدى عمقه، نظرا لغياب خارطة طريق معلنة من السلطة، باستثناء إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها والتي قد تحمل مناخاتها ونتائجها أولى الأجوبة عن الجزائر الجديدة التي يبشر بها الرئيس عبد المجيد تبون. هل تكون فعلا جديدة وتتغير في العمق، أم أن الأمر سيقتصر على تجديد الشكل وإعادة ترتيب البيت دون المس في منظومة الحكم وموازين النفوذ؟ معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الرحمن سعيدي القيادي السابق في حركة مجتمع سلم حمص من الجزائر. أستاذ عبد الرحمن أهلا بك. في حين يلتحق بنا هاتفيا أستاذ عبد الرحمن سعيدي، نذكر بأن رئيس الجزائر عبد المجيد تبون التقى في فترة سابقة الأسبوع الماضي، التقى بقيادات حزبية أهمها حزب المستقبل وكذلك حزب جيل جديد وحزب البناء، وكانت بوادر هذا اللقاءات حسب عديد المتابعين هي البحث عن حزب سياسي حزبي جديد للسلطة. معنا الأستاذ عبد الرحمن سعيدي القيادي السابق في حركة مجتمع السلم من الجزائر. أستاذ عبد الرحمن أهلا بك. أهلا وسهلا. إذن واضح أن هناك حراك داخل السلطة وأيضا بين السلطة وعديد الفاعلين السياسيين. لقاء الرئيس تبون بمجموعة من القيادات الحزبية فهم على أساس محاولة لتدوير الزوايا من أجل إيجاد مخرج سياسي للسلطة يسوق به الرئيس تبون المرحلة المقبلة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية الرئيس تبون والسلطة في حاجة الآن إلى حالة تهدئة. هل هذا الوضع في الجزائر قابل لاستيعاب هذه التحليلات؟ أستاذ عبد الرحمن يبدو هناك مشكلة في الصوت، سنعاود الاتصال بك إلى حين تكون جودة الصوت طيبة ونقدر أن نستمع إليك والمشاهدين الكرام. فقط نذكر بأن الرئيس عبد المجيد تبون قد سعى في الفترة الماضية إلى توجيه عدة رسائل تطمين
للشارع الجزائري وللحراك مباشرة. ممكن الإجراء الأهم في ذلك هو إطلاق بعض معتقلي الحراك ممن بت فيهم القضاء بأحكام نهائية تراوح عددهم إلى 30 معتقلا ونيف يعني. ولكن لازالت المطالبات في الشارع الجزائري ولدى النشطاء وفعاليات الحراك بإطلاق كل معتقلي الحراك. هل هذه الإشارات الإيجابية سيتم التعامل معها بهدوء وبراحة من الفاعلين السياسيين المحزبين أو المستقلين؟ كذلك هل مراكز النفوذ والقوة داخل السلطة ستقبل جملة هذه التغييرات؟ ولا وصفت لدى العديد من المتابعين بأن التغييرات إلى حد الآن شكلية لم تمس في العمق، لم يذهب الرئيس تبون إلى محاولة صياغة عقد سياسي جديد أو لم يطرحه على الأقل إلى حد الآن. معنا الدكتور رضا دغبار أستاذ القانون الدستوري من الجزائر. دكتور رضا أهلا بك. مرحبا. إذن الرئيس تبون يدعو إلى يحل الغرفة الأولى من البرلمان ويدعو إلى انتخابات سابقة لأوانها، هل هذه يعني الذهاب بالقصوى السرعة نحو التغييرات اعتمادا على تنقيح الدستور والمجال الانتخابية من أجل البناء إلى أو من أجل بناء حالة تشريعية جديدة في الجزائر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم على الاستضافة. أعتقد بأن النظر إلى الصورة الإجمالية الذي ينظر إليها يعني كما هي من دون أي تزييف، سيلاحظ بأن الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر من عام 2019 والتي أفرزت بكل أسف إلى نجيب تبون رئيسا، هي انتخابات لم يشارك فيها سوى نسبة قليلة من الجزائريين، لم تتعدى 9 مليون جزائري من أصل 24 مليون جزائري موجود في الهيئة الناخبة. الاستفتاء على تعديل الدستور الذي أجراه أيضا النظام في الفتح من شهر نوفمبر بنفس الطريقة، ولكن عدد الجزائريين الذين شاركوا في الاستفتاء لم يتعدى هذه المرة 5 ملايين من أصل 24 مليون جزائري. الذهاب إلى انتخابات تشريعية في نفس هذه الظروف التي يطبعها إحجام الشعب الجزائري عن المشاركة في العملية السياسية بالنظر إلى أنه لم يعد يثق أبدا في نزاهة الانتخابات في الجزائر هو مجرد هروب إلى الأمام ليس أكبر. أعتقد بأن الحل يكمن في استعادة ثقة الشعب الجزائري في العملية السياسية، وهذه الاستعادة لابد وأن تمر الآن عبر الإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية مسبقة مع تغيير الشروط القانونية مثل قانون الانتخابات بصورة جذرية، بالإضافة إلى تغيير التركيبة البشرية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، لأن الشعب بكل بساطة لا يثق في الوجوه الموجودة فيها بأن تشرف على الانتخابات لتكون نزيهة. وبالتالي أعتقد أنه لا قائد من وراء الهروب إلى الأمام الذي يمارسه النظام الآن. طيب تبقى معنا دكتور رضا، يشاركنا الحديث أيضا الأستاذ سليم صالحي الكاتب والإعلامي من لندن. أستاذ سليم أهلا بك. أهلا وسهلا بك. إذن واضح بأن الرئيس تبون هو والسلطة عموما تريد أن تقدم للمتابعة في الجزائر وخارج الجزائر بأن هناك مشهد جديد يصاغ في الجزائر، هل فعلا هذا المشهد يتم الاشتغال عليه لتقديمه كجديد بعد رسكالته أم هناك تغيير في العمق؟ أولا شكرا على الاستضافة. أنا كنت قد كتبت أمس أنه هناك محاولة لإيهام الرأي العام الداخلي والخارجي بوجود حركة تغيير، لكن هو كما عبرت عليه إيهام. في الحقيقة كل شيء جامد بالنسبة لهذه السلطة إلا ما تعتقد هي أنه تغيير. لكي يفهم المشاهد العربي خصوصا اللي تابع قناة الحوار، كان هناك مسار ثوري بدأ في 22 فبراير 2019، لكن السلطة الفعلية قررت مسارا آخر وهو المسار الدستوري. ماذا يعني المسار الدستوري؟ يعني إعادة رسكلة النظام بالأدوات الدستورية للنظام وإعادة تشكيله بوجوه جديدة. خطوات هذا المسار خطوات طبيعية معروفة، وما تحدثت به أنت الآن من أنه هناك ربما تعديل دستوري، هناك انتخابات تشريعية، راح تكون هناك انتخابات أيضا بلدية وولائية، لكن كل ذلك هو في مخطط المسار الدستوري الذي يبدأ بتعديل دستوري ويبدأ بانتخابات رئاسية، تعديل دستوري ثم انتخابات برلمانية
وانتخابات محلية تكتمل القفلة مثل ما يقولوا بالجزائري لهذا المسار، وثم نعود إلى الحياة اللي كنا عايشين فيها في وقت بوتفليقة وفي وقت زروال. بالنسبة للنظام هذا هو المسار، غير ذلك هو انتحار بالنسبة له. بالنسبة للجزائريين، عموم الشعب الجزائري واللي خرجوا اليوم في الذكرى الثانية لثورة 22 فبراير، ما زالوا في المسار الثوري. المسار الثوري يقتضي مرحلة انتقالية، هم يخشون هذه الكلمة لنسميها مرحلة ندوة وطنية، تشاور وطني، سموها مثل ما يعني فليسمونها مثل ما يشاؤون يعني، لكن لا يمكن تغيير النظام بأدوات النظام. أستاذ سليم، أنت هنا تتقاطع حتى ما ذهب إليه إيمانويل ماكرون، وكان هناك ردود متضاربة من السلطة عندما تحدث عن مرحلة انتقالية في الجزائر وماذا كان يقصد بها. سأعود بك هذه النقطة لأنها مهمة جدا، ولكن دعني أشرت إلى موضوع مهم جدا هو المسار الدستوري. معنا الدكتور رضا دغبار وهو أستاذ القانون الدستوري. دكتور رضا، هل أرادت السلطة عبر يعني الذهاب بالمسار الدستوري وتقديمه بأنه هو التغيير السياسي إفراغ شحنة الحراك من مطالبه وعناوينه الرئيسية؟ السلطة تصحيحا لما تفضلتم به لم تقم يوما باتباع مسار دستوري. السلطة داست على الدستور حينما نظمت انتخابات نص ديسمبر من سنة 2019، ابتداء لأن أحكام المادة 34 من الدستور أنذاك تنص صراحة على أنه يتوجب على السلطات العمومية أن ترفع كل العوائق التي من شأنها أن تحول دون مشاركة جميع الجزائريين في الحياة السياسية، بينما النظام عمد إلى وضع كل العراقيل التي تدفع الجزائريين العزوف عن الذهاب في مناطق الانتخاب. المسألة الثانية أن أحكام المادة 93 من الدستور أنذاك كانت صراحة على أن السلطات العمومية يتوجب عليها أن تحيط العملية الانتخابية بكافة الظروف الشفافية والحياد، بينما هذه الظروف لم توفرها لا الإدارة ولا التي تسميها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. لا يوجد شيء في الحقيقة اسمه مسار دستوري لدى النظام. النظام يستخدم هذه العبارة من أجل تجليد رأيه بالمقارنة مع الجزائريين الذين يطالبون بتصحيح المسار الذي هو مسار خاطئ في الحقيقة، ليس فقط من 12 ديسمبر من سنة 2019 ولكن من قبل ذلك تماما. ولكن أعتقد بأن الحديث الآن عن مرحلة انتقالية هي مسألة تجاوزها الشاب الجزائري في نقاشاته. الشعب الجزائري وصل الآن إلى قناعة، وهي أن الرهان يكمن في أن نغير النظام مع الحفاظ على وجود الدولة، وبالتالي نحن مجبرين الآن على أن نذهب إلى أطر تضمن لنا أن نحافظ على وجود كل هياكل الدولة، ضمانا لاستمراريتها، ضمانا لديمومتها، وضمانا لتقديم الخدمات العامة. ومع ذلك يجب علينا أن نحدث التغيير الجذري بالطريقة التي يتطلبها. هذه فكرة مهمة. أنا أعتقد أن النظام الدستوري الجزائري يجعل من رئيس الجمهورية هو مفتاح الحل، لأنه هو من يملك كل الصلاحيات في النظام السياسي الدستوري الجزائري. إذا ذهبنا إلى انتخابات رئاسية مسبقة بعد تغيير إطار بشري للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبعد إدخال تعديلات حقيقية على قانون الانتخابات، يمكننا أن نتحدث عن بداية الحل. ما عدا ذلك الحديث عن حل الشعب الوطني. طيب، مهمة جدا هذه الفكرة ما أشرت إليها دكتور رضا بعد إذنك. دكتور رضا، مهم جدا هذه الفكرة، خاصة هل نحن في أمام مرحلة انتقالية أم تجاوزنا المرحلة الانتقالية وفي حاجة إلى صياغة عقد سياسي جديد؟ على كل أقف معك في هذه النقطة ويتفاعل معنا أستاذ سليم. أشكرك دكتور رضا دغبار أستاذ القانون الدستوري، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر. أستاذ سليم، حتى لا أقاطعك، أولا المرحلة الانتقالية، يعني هناك يعني فرنسا ساعية لها سيناريو للمرحلة الانتقالية، وكانت هناك منذ يومين مكالمة بين ماكرون وتبون ومن أجل تمتيد العلاقات، لكن الله أعلم ماذا قيل في هذه المكالمة. كذلك الحزام السياسي الجديد، لقاء رئيس تبون مع جيل جديد المستقبل والبناء، هل هو الحزام السياسي الجديد يعوض لفلان والتجمع وإلى حد ما حمز؟ ثم هل هو الآن نعيش كما قلت بوتفليقة بيس، يعني نعود إلى ترتيب البيت ويعني ويستمر الحال كما هو قبل 22 فبراير 2019؟ كلمة لك ولن أقاطعك. أولا بالنسبة لماكرون،
أو للغرب لأوروبا اللي هي شريك مهم للجزائر مرحلة انتقالية مثل ما تريدها السلطة، هذا ما تريده فرنسا والقوى الغربية، غير معنيين هم بالتغيير اللي هو في صالح الشعب الجزائري، هم يعتقدون أو يروجون أو يساعدون النظام الجزائري على المضي في هذا المسار، مسار الدستوري اللي يسميه بين قوسين مرحلة انتقالية. أنا كنت أود كان يبقى معنا دكتور زغبار وأنا نحييه، لكن القول أنه الشعب الجزائري تجاوز مفهوم أو فكرة المرحلة الانتقالية غير صائب، يعني ما زال الشعب الجزائري اليوم راه في الشارع ويطالب بما عبر عنه يتنحاو كاع، يعني يذهب الجميع، لكن هذا دون تكسير هياكل الدولة. الشعب الجزائري لا يريد تكسير هياكل الدولة، لا يريد إسقاط النظام على الطريقة الليبية أو السورية اللي كان سببها التدخلات الخارجية طبعا، لا، لكنه مصر على ذهاب هذه النخبة الفاسدة والفاشلة التي تأتي عن طريق التزوير في الانتخابات وعن طريق المحسوبية وعن طريق الرشوة، وهي ما زالت يعني البوتفليقية هي عنوان لنظام الحكم في الجزائر منذ الاستقلال. في النهاية لم يعش الشعب الجزائري فترة استقلال حقيقي إلا ربما بعد أكتوبر 88 ثم الانفتاح السياسي، وبعدها جاء الانقلاب في سنة 1992 ورجعنا إلى نفس السيناريو. إذن المرحلة الانتقالية التي يعتقد بها ماكرون هي نفس المرحلة التي يريدها النظام. هل ممكن إحداث تغيير داخل النظام بأدوات النظام؟ هذا إشكالية مطروحة الآن في الجزائر، لكن لا توجد هناك أي مؤشرات، لا توجد لحد الآن أي مؤشرات على وجود إرادة سياسية من داخل النظام إلى إحداث تغيير حقيقي يفضي إلى إنتاج نخبة سوق الجزائر إلى المستقبل. ما الذي يعنيه ذلك؟ أن يتمكن الشعب الجزائري من أن ينتخب رئيسه بدون تزوير، وأن ينتخب البرلمان دعوه بدون تزوير، والمجالس البلدية بدون تزوير، أن يتم فتح المجال السياسي والإعلامي في الجزائر، أن يحرر القضاء ونفوت. ربما هناك من يعتقد أن هذا شيء صعب، طبعا ليس سهلا، لا يمكن الجزائر غدوة راح تصير ديمقراطية مثل السويد أو مثل بريطانيا، لكن يجب أن نمر عبر مرحلة هدوء، مرحلة انتقال. هم يخشون هذه المصطلحات مرحلة انتقالية ويقول بتريب الدولة وستنهار المؤسسات، هذا التخويف هو من بين النقاش البيزنطي الذي يروج له النظام، وأيضا زبانية النظام من أحزاب سياسية سواء كانوا في المعارضة أو في الموالاة، وأيضا النخبة المرتبطة بالنظام. أنت تعرف النظام مثل نظام بن علي في تونس، يعني خلق حلفاء طبيعيين عنده، مثل نظام علي عبد الله صالح، ومثل نظام حسني مبارك اللي كان عنده ما يسمى ريلي، يعني الأطراف اللي كانت تدافع عليه على المستوى المحلي وعلى مستوى المحافظات والمدن. إذن أرجع إلى النقطة، بعد سنتين من الثورة الجزائرية ما زال النظام لم يقرر أن ينتقل إلى الدولة التي يحلم بها الشعب الجزائري، وما زال الشعب الجزائري مصر على ثورته، وبين هذا وذاك هناك الانتهازيون، هناك الحلفاء القدامى للنظام القديم أو للسلطة القديمة لأننا نحن في نفس النظام، من يحاولون يعني إنجاح ما يسمى الثورة المضادة، وهذا راه موجود في الجزائر. أنت ذكرت بعض الأحزاب، أحزاب المعارضة اللي يستقبلها تبون مثلا، أو التي تريد أن تكون ربما مثل ما سميتها أحسنت الحزام السياسي لهذا النظام. طبعا في كل المراحل اللي كان النظام في أزمة كان يتخلى عن حلفائه ويروح يجيب حلفاء جدد، وهناك من ينضم إليه بحسن نية، وهناك بمنهجية بنظرياته يؤمن بها، وهناك من يلتحق به نفاقا وزورا وأيضا طمعا في كعكة النظام. من استقبلهم تبون هم يدخلون في هذا الإطار. هناك من يقول أنه لا يمكن أن نغير هذا النظام، النظام قوي، فخلينا نتحالف معه ونحاول أن نغير من الداخل. هي مقولات قديمة صدقني ولم تنجح،
عملية بيع للوهم، لكن اللي شاف الشعب الجزائري اليوم في كل المدن الجزائرية يعرف أن هناك حقيقة أخرى على الأرض ليست هي الموجودة في الإعلام الرسمي الجزائري أو الإعلام الخاص. أستاذ سليم بعد إذنك وعذرا على المقاطعة، أقف معك مع الحقيقة التي شهدها كل من تابع الحراك اليوم في ذكرها الثانية، حقيقة بأن الشعب الجزائري يتحرك ويتحرك ويتحرك. شكرا لك أستاذ سليم الصالحي الكاتب والإعلامي، كنت معنا عبر سكايب من لندن. شكرا لك، شكرا زملاء في الإعداد والتنفيذ، وشكر لمشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. حتى نلتقيكم في أمان الله.